سهرتنا الليلة نقضيها مع الفنان المحبوب رابح درياسة، وقد أدى أمامكم منذ لحظات أغنيته الأخيرة الجزائر من كلماته وألحانه. نظن أن هناك توزيع موسيقي للأخ أبو جميع مرزاق. على كل رابح درياسة، أنت قطعت شوط كبير في ميدان الأغنية منذ البداية، والبداية ما كانتش بالغناء بل كانت بالشعر، أي بكتابة الكلمات لمطربين آخرين أمثال الأستاذ خليف أحمد إلى غير ذلك. وكنت دائما متأثر بالصحراء وبجمال الصحراء، حتى كتبت أغنية سميتها وينهم فرسان الصحراء وأديتها أنت بنفسك. نعم. فلمن كان اللحن وكيف كانت البداية، أي بداية أدائك للأغنية؟ بكل حال، بعد ما كنت نكتب كما قلت كلمات لكثير من المطربين، عملت محاولة، والفضل في هذا كان للإخوان الحاج محمد الحبيب حشلاف والأستاذ عبد الرحمن عزيز. يعني كان الحاج محمد الحبيب حشلاف عنده حصة مسموعة قدمني فيها لأول مرة، قدمت وينهم فرسان الصحراء، كلماتي وألحان حداد الجلالي. حداد الجلالي عمل لحن، يعني لحن بسيط على إمكانياتي في ذاك الوقت، وأديتها يعني قد ما قدرت وكانت ناجحة. واش هذه هي كانت فعلا البداية؟ هذه هي البداية نتاعي في الغناء، يعني أول أغنية كانت وينهم فرسان الصحراء. ما كانش عندك محاولة أخرى من قبل؟ من بعد لا محاولة ما قبل ما كانش، يعني كنت نغني وحدي لكن في الميدان يعني. دخلت للميدان يعني لأول مرة هذه الأغنية. الأستاذ عبد الرحمن عزيز كان طلب مني باش نعمل ثنائي، نكتب ثنائي. كتبته بعنوان يا دنيا بعد الهنا عكي مرة، لحنه هو، وقدمناه الاثنين في الحفلة العصرية اللي كانت جزء كل أسبوع بقيادة الأستاذ مصطفى اسكندراني، وكانت الأغنية لكل حال ناجحة. من ذاك الوقت استمريت في الغناء. ما نرجع للأغنية وينهم فرسان الصحراء، هي لكل حال مستوحاة من الفن الصحراوي. وأخيرا عملنا لها توزيع موسيقي، تصليحات موسيقية جديدة وبآلات موسيقية جديدة كذلك، ممكن نسمعها ونشوف الرأي. Good.
الصحراء سعيدي للبل داولي ملك البل عطرة ولا جبر تعمل دمع عيني عن خد جرى دمع عيني عن خد جرى ما صحايا عطل كيف نعمل كيف بدل كيف نعمل كيف بدل حبنا